مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. موضوعنا اليوم أعراض تلقيح البويضة بعد تأخر الدورة الشهرية. في حين أن اختبارات الحمل والموجات فوق الصوتية هي الطرق الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت حامل أم لا، والعلامات الأولى للحمل هي أكثر من غياب الدورة الشهرية، قد تشمل أيضا غثيان صباحي، حساسية الرائحة وإعياء. ومن الطبيعي أن تظهر أعراض الحمل بعد تأخر الدورة الشهرية بعشرة أيام بشكل واضح، وتابعاً للتغيرات الجديدة التي تطرأ على جسمك. على الرغم من أنه قد يبدو غريباً، إلا أن الأسبوع الأول من الحمل يعتمد على تاريخ آخر دورة شهرية لك. تعتبر آخر دورة شهرية لك الأسبوع الأول من الحمل. لهذا السبب قد لا تشعرين بأعراض خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل. يمكن أن تحدث تغيرات في الثدي بين الأسبوعين الرابع والسادس، ومن المحتمل أن تصابي بألم وتورم في الثديين بسبب التغيرات الهرمونية، ويمكن أن يختفي هذا بعد بضعة أسابيع عندما يتكيف جسمك مع الهرمونات. فعند تلقيح البويضة يزيد جسمك من كمية الدم التي يضخها، يؤدي هذا إلى معالجة الكلي لسوائل أكثر من المعتاد، مما يؤدي إلى زيادة السوائل في المثانة. عندها تجدين نفسك تركضين إلى الحمام بشكل متكرر. على غرار أعراض الدورة، قد يحدث الانتفاخ أثناء الحمل المبكر، وقد يكون هذا بسبب التغيرات الهرمونية والتي يمكن أن تبطئ أيضاً الجهاز الهضمي، وقد تشعرين بالإمساك والانسداد نتيجة لذلك. في معظم الحالات ينخفض ضغط الدم المرتفع أو الطبيعي في المراحل المبكرة، وقد يتسبب هذا أيضاً في الشعور بالدوار نظرا لتوسع الأوعية الدموية. أيضا حساسية الرائحة هي عرض من أعراض تلقيح البويضة وحدوث الحمل المبكر، وحساسية الرائحة قد تؤدي إلى الغثيان والقيء، وقد تسبب أيضا نفورا شديدا من بعض الأطعمة. أيضا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حدوث الحمل تعاني العديد من النساء من غثيان الصباح الخفيف إلى الشديد، قد يصبح أكثر شدة في نهاية الثلث الأول من الحمل، لكنه غالبا ما يصبح أقل حدة مع دخول الثلث الثاني. وعلى الرغم من أنه يسمى غثيان الصباح، إلا أنه يمكن أن يحدث في أي وقت أثناء النهار أو الليل، وليس من الواضح بالضبط ما الذي يسبب الغثيان وغثيان الصباح، ولكن الهرمونات قد تلعب دوراً.